ميدو حبيبي كيف صرتي؟ احسن ماشي حالي. طيب اشربي العصير بتتحسني. وانتي للو اشربي العصير. نور اللي لي ليش عملتينا هون؟ احكي بقى. هي احس بين تقولين شيء بس ساكته من الصبح بصراحه. ايه اتفضلي احكي لنا دغري بلا مقدمات. من الاخر بدون مقدمات، في بنت تزور عنا كم يوم. بنت شو قصدي؟ بنت مين يعني؟ بنت منعرفها ولا ما منعرفها؟ لا ما بتعرفوها، اسمها مرفت، بنت مصرية من نص القاهرة، بتجنن طيوبة كتير 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 وما في منها. هي وانتي من وين عرفتيها؟ انا ما بعرفها. معقول؟ شو يعني ما بتعرفيها؟ بدك تجيبي وحدة تسكن معنا وانتي ما بتعرفيها؟ ميدو روي شوي، هي ما رح تسكن معنا، البنت جاي تزور عنا كم يوم، يعني ماكسيموم 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 اسبوع. نور اكيد عم تمزحي، حدا بيفوت شخص على بيته ما بيعرفه؟ ايه صح انا ما بعرفها، بس يعني المخلوقه بتكون قرايبته لكريم. ايه اهلين كريم، مو لنهضمه لكريم بالاول لحتى نهضم له قرايبته؟ صبايا انا من الاخر وعدته لكريم. نور حبيبتي انت ناسيه ان هني في دبي في مليون الف هوتل؟ لك لا ما نسيت، بس هون المشكله البنت عندها فوبيا، يعني بتخاف من الاماكن المغلقه، الاسانسيرات الاوتيلات، بتخاف تقعد بغرفه لحالها، بتخاف تنام لحالها، البنت حساسه كتير كتير كتير. وانا كمان عندي فوبيا من المصريين، في مره قريت كتاب مكتوب بقلبه انه اذا بتزعلي واحد مصري بتحل عليك لعنه الاهرامات. لك شبكن يا جماعه، بعدين يعني لا تحكموا على البنت قبل ما تعرفوا عليها، سمعت انه كتير ظريفه، وبعدين قليله قديش المصريين مهضومين. لو بتكون بهضامة عادل إمام ما عندي استعداد اتحملها ابدا. طيب انتو بتعرفوا مرفت شو بتشتغل؟ لك حتى لو كانت اهم كاتبة بمصر انا ما ممكن استقبلها. اطمني ما رح تاخذ لك شغلك، ما بتشتغل بالسيناريو. مرفت بتشتغل بعلم الفلك والابراج. شو؟ وعامل كتاب بعلم الفلك والابراج وتاثيره على حياتنا. صبايا تعرفوا ما حلوة نغزلها لنور قدام كريم، ما حلو. ايه طبعاً، بعدين ليش لحتى نكره البنت قبل ما تجي؟ بجوز البنت كتير طيوبة وظريفة. هي وبعدين اكرام الضيف واجب. طبعاً حتى لو كانت ماجي فرح ما رح استقبلها. صحيح نور، وين بدك نايميها؟ والله ماني عارفانة حبيبتي، نايميها مكاني وانا بنام في الصالة. لا قال له شيء، انا بنيمها محلي، نيمها على تختي وبمتفرشة جنبه وبنام انا جنب التخت. سموحة انت ما بتعرفي تنامي غير على مخدتك، خلص انا بنيمه مطرحي وبلاقي لي شيء قرني. لا هالمرة بقدر نام على مخدتي ثانية ما مشكلة، فضل الضيفة. لا حبيبتي استريحي انت، وانت بعد استريحي بترقد عندي في الغرفة. بالله شو حبيبتي، لا رح نيمه مطرحي يعني مطرحي. لا عندك ولا عندك، خلص انت عندي يعني عندي. لا حبايبي عندي انا يعني عندي، انتهى الموضوع. شو بك يا نقاشي؟ مو معقول شو قوياني. لا عندك ولا عندك ولا عندك، عندي بالغرفة. لا حبيبتي خليكي انت السالفة كلها. لا 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 رح نيمه مطرحي يعني مطرحي. أختي وعم خدتي غرفتي شو بلاها؟ اتجنن. لا حبيبتي بترقد بغرفتي أنا. لا وناري ما بشوتها برا. لا بالله شو. طبعا يا فندم بتفضلي يعني. يا فندم يعني ربنا يديكي كده بدل الولد 4 5 6 قولي 7. قادر يا كريم يا رب. مش متجوزة؟ انجز عادي يا فندم. بتحصل كتير والله. يلا باي سلام. باي باي. مش متجوزة وعادي وبتحصل؟ ادي مميرفت اللي في شارع انا عاملاها. يلا ما نمشي. طب ماشي، طب روحي انا جاي وراكي. ليه بقى؟ عندي امانه. امانه ايه؟ ما تقوليش لحد. عندي سندوتشين كده. نحيا لحقتكم، يلا تاخرنا كتير. يا حبيبه قلبي على شو تاخرنا؟ لك على مرفت طيارتها بتوصل الساعه 4. يلا يلا امشي بسرعه. تقبرني صاحبه واجب. سندوتشات كريم. هيا هيا حماري. لك شو بقى عم تطلعوا بعض مثل اللبخات؟ يلا بسرعة. نسيت التليفون. نانا معلي سؤال؟ إذا مش كتير ضروري وملح جدا ما تسأليك كرمال ما تقطشي لحبل أفكاري. هلا أنتِ مو عم تعملي كتاب عن الأهرامات وكتاب وثائقي، شو بدك بهذا الكتاب؟ ليه عم تقري فيه؟ حبيبتي مين قال يلي بده يشتغل شيء وثائقي؟ لازم بس ياخد معلومات علمية. أنا بدي أعمل شيء وثائقي جديد، يعني أنا بدي يكون فيه دراما، قصة حب، خيال، أكشن،
لك تصعيدة درامي حقيقي. يعني أنا ما عم فكر بس اكتب عن مين البنى الأهرامات، أنا عم فكر اكتب عن شو كان يصير ما وراء كواليس الأهرامات. مثل شو يعني؟ مثل اللعنات. يما أنا سمعت مرة إنه سوزانا ماتت بس لأنه حبت واحد مصري، قامت إجت اللعنة. إي لا، سوزانا ماتت لأنه راحت قتل. ما هي هون اللعنة. نانا كأنه جاي عصفة رملية من بعيد. لك شو عصفة رملية؟ أنا عندي حساسية من الغبرة. إي والله يا الله.